بسم الأب والابن الروح القدس، الإله الواحد، أمين. أحبائنا الغالين، شعب كنيسة ماري يوحنا بكوبينا، كل سنة وأنتم طيبين. أسبوع الآلام قرب، وكلنا مستنيين ومشتاقين إن احنا نتمتع ببركة الصلاة والقرايات والألحان الجميلة لهذا الأسبوع. وبنعمة ربنا هتكون لينا فرصة السنة دي إن احنا نصلي مع بعض أسبوع الآلام في الكنيسة، لكن عشان نضمن سلامتكم وإتاحة فرصة متكافئة للجميع، اتفق الآباء إن احنا نقسم الأسبوع لثلاث مجموعات أو 3 categories. الكاتيجوري الأولاني هيبقى حد زعف في الجمعة الكبيرة وليلة العيد. بنعمة ربنا كل شخص أو أسرة هيكون ليهم فرصة يحضروا على الأقل مناسبة من الثلاثة دول. الكاتيجوري الثاني خميس العهد وسبت النور، وبنعمة ربنا يكون في فرصة لكل شخص أو أسرة إنهم يحضروا على الأقل مناسبة واحدة من الاتنين دول. الكاتيجوري التالت هيبقى الباصات المسائية، وبنعمة ربنا يكون لكل فرد أو أسرة فرصة إنهم يحضروا على الأقل مرتين من الباصات المسائية. في كمان الجريس بيريود، والجريس بيريود معناها إنه ممكن الواحد يحضر أكتر من مناسبة في نفس الكاتيجوري لو كان فيه لسه أماكن متاحة بعد الساعة 3 من اليوم السابق للمناسبة دي. بنعمة ربنا هيكون عندنا بسخطين الصبح وبسخطين بالليل، والبسخط الصبح من غير حجز، فياريت لو نقدر نيجي الصبح نيجي علشان ندي فرصة للناس اللي ما قدروش ييجوا غير بالليل بسبب ظروف الشغل أو المذاكرة. لو سمحت، لو مش هتقدر تيجي لأي سبب، ياريت تكنسل الحجز بتاعك من اللينك اللي هيجيلك في الكونفرميشن مسج علشان تدي فرصة لناس تانية ممكن تكون في الويتنج ليست مستنيين علشان تحضر. بنعمة ربنا الدخول هيكون من الباب الخلفي من بالي سنتر أفنيو، والبوابة هتتقفل بعد نص ساعة أو ساعة لربع من الميعاد المحدد، والخروج هيكون من الفرونت جيت اللي على سيانجا افنيو عشان يكون في سهوله في الدخول والخروج، لان هيكون في اكتر من سيرفيس في نفس اليوم. اللينكات للحجز بنعمه ربنا هتكون متاحه ابتداء من بكره الاربعاء 21 ابريل. بنعمه ربنا بكره من الساعه 9 هيكون في فرصه للحجز للكاتيجوري الاولاني. يوم الخميس من بعد الساعة 9 حجز الكاتيجوري الثاني، يوم الجمعة بعد الساعة 9 الكاتيجوري الثالث. اللينكات دي هتكون مختلفة عن اللينكات اللي كنا بنستخدمها لحجز القداسات العادية، وهتوصل لحضراتكم عن طريق المسج أو الإيميل أو الجروبس بتاعت الكنيسة على الواتساب. كل التفاصيل دي وأكتر، معلومات عن الريجستريشن والديتيل سكادول، هتلاقوها على الويب سايت بتاع الكنيسة www.mysaintjohn.org home page في السكشن بتاع news and updates. بنشكركم لمحبتكم وتعاونكم وصلواتكم لينا. ربنا يجعلها أيام بركة وخير وسلام وفرح وتعزية وخلاص للكل. كل سنة وانتم طيبين، اذكرونا في صلواتكم وربنا يفرحوا لكم.